جيش. ريح. جيش. ريح. دش. ريح. دش. دش على طول. بس زيد خمسة. زيد 5 كيلو. ايه. من التعب قط البار هاي الكلام. دش. دش. شد حيلك لا تقول الصعب. الله عليك. 1 بعد 2 وخلاص. بعد 2 وخلاص. تحمل. الله عليك بعد. الله عليك. استحمل استحمل. 1 بيخاف. رده 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 بتعوض. يلا دش واحدة. دش واحدة حلوة بسرعة. واحدة سريعة. اوبا. ايه عليك. ردة ردة. تعال تعال. يلا اوكي. جو 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 جو. واحدة سريعة. ردة. ما بسمع صوت. جو جو. يلا يلا. فضل بار فضل بار فضل بار فضل بار فضل بار فضل بار فضل بار. فضل بسرعة ودش. فضل بسرعة ودش. فضل بسرعة ودش. ممنوع المشي. هرولة. خلصت روح لهرولة. ممنوع. دش دش دش. لحط لك 10 كيلو قسما بالله. دش بسرعة. بعد واحدة. ريح. اليد الدح. احسنت. دش. دش دش. الشكوى غير لله. ما شنو بس. بعد واحدة. سوي مثلثات مثلثات في مثلثات. لما اقولك بس لما اقولك بس لما اقولك بس. واحدة فوق واحدة فوق الحين. واحدة فوق سريعة بس. ردة. الله. بدينا نشتغل. لما تتعب تشتغل صح. لما تتعب تشتغل صح. اوكي. دش. اللي يقول الحمراء البطة الحمار اللي في اليوتيوب الحمار
خلي ياكل خر ام لا اسوق اطراق الحين لو يمي. واحد حمار وعلي دش سكيته بلوك. بعد واحده رده رده سكيته بلوك على خشمه. هذا يقول لك من ورا البث ورا الحساب تلاقي جوتي لابتشيني. الله دش. واحد في اليوتيوب واحد يا جماعه هني 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 في اليوتيوب شوفوا في اليوتيوب شايفينه؟ سكيته بلوك كاف. ما عليه. دش شي. بس رده. الحين راح ترتاح وتدش اروح واجيك دقيقه بس تطلع 10 كيلو بس واحده كامله بس واحده خلاص صعبه اللي باكر دش دش قلت لك 10 رايح دقيقه دقيقتين اروح واجي ترتاح طقه طقه بس بس وخلصنا. اذا جبتها واحده صحيحه لانك انت على تعب تقول صعبه. اتفقنا ولا ما نجرب تسويها او تسوي لي 5-4 طقات اختار اروح ويا اعطيك دقيقتين راحه. تم تم ريال افتح ريلك شوي افتح ريلك شوي ارفع راسك فوق شد ظهرك انزل كامله الله عليك كامله افتح ريلك حط تحت ريله شيء خشب 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 انزل كامله انزل بعد اي الله عليك. ها شوف لحظه يقول لك ربع تعاون وشنو ربع تعاون وشنو ما دلوا يلا عدل ريلك حطه على مشتك على مشتك على مشتك على مشتك على مشتك افتح ريلك افتح ريلك يلا انزل قول اريح ولا لا ايه اريح لك كذي ايه لا تخاف مريح عشان تشيلها انزل شوي بعد انزل ايه زين زين هذا بطل بطل هذا بطل ايه شكلك مو تعبان ما ادري ليش شكلك كأنك جاي يعني من حفله مو مرتاح انا نفسيا تعبان انا شكلك مو تعبان ان شاء الله ان شاء الله على طول بلوك حق الحمير اي واحد يغلط بلوك ابي يموت ليش ليش كمل 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 ابي يموت زايد اليوم ناقص 100 اه من عيل اللي اسرع 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 بسرعه اسرع اسرع ليش واحدة واحدة جايك يا حسين افتح ريلك وانزل بعد افتح ريلك وانزل بعد ايه
شال الوزن اللي حاطه هذا. سكر 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 سكر. شال الوزن هذا. يلا يلا حط عشرات عشرات. يلا يلا عشرات عشرات. يلا يلا بسرعة. ها جماعي يلا ممنوع المشي هرولة. ممنوع المشي هرولة. قدمت تبارك الرحمن. يلا يا بعد هد تلفونك. لا الحين اخليك هد تلفونك. يلا اي قاعد تشغل قاعد تشغل. اي اوكي ماله ماله. لاعب لي فاضي. انزل افتح ريلك. ليش حاط لي فاضي مساء؟ انزل. يلا زيد لي خمسات. زيد لي خمسات فوقه. ذاهب؟ ذاهب؟ يلا واحدة ونخلص. ما سويتها رد على البار فاضي. سريعة لا تعور نفسك. هذه 40 كيلو ما شاء الله. يلا جو. قوة قوة نفس ما قلت قوة. الله عليك يا حسين. بس صحيحة. توكل على الله. توكل على الله. زلم زلم امساء على تعب صح. 40 كيلو خشت عيش. بداية حلوة. توكل على الله. تمرينك خالص. ظهرك لا 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 لا. ايه نفس المساء. ايه انزل بسرعة. اثنين انزل كامل. ايه ايه كذي. انزل يا بطل. انزل شوي مو يطيح عليك. بس اطلع اطلع. ايه دير باك يطيح عليك. انزل خلصت. يلا ارفع ريلك فوق 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 فوق. ريلك 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 ريلك. حركها فوق. حرك ريك فوق حبيبي. وضعية ايه كذي. يلا انزل كاملة كاملة مو يطيح عليك. اوكي خفيف كاملة. يلا سكر. هذا التمرين الجديد الجدول الجديد من باكر. سوبر قاعد يصير يقول قاعد يصير سوبر. ايه قاعد يصير سوبر. ايه كل واحد بروحه. سوبر قاعد يصير. ايه سوبر قاعد يصير. لا كل واحد بروحه. هو مو سوبر. انسى الاسبوعين اللي طاف سوبر. الحين كل جهاز تلعب اربع جولات وتروح على الثاني. خلاص كم جوله باقي لك؟ خلاص خلصهم كذي بعدين باشن فهمك. اي لا الحين خلاص خلصهم كذي بعدين. اوكي يلا. اي عادي خلصهم. دش دش ابرتاح في البيت الراحه. في البيت هناك ابرتاح. زيد 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 زيد. حبيبي يا حسين حبيبي. وين عندك؟ روشان
لا لا انزل انزل انزل، لازم ينزل، لازم ينزل، مو بكيفه. ايدينك قصر ايدينك، ايدينك خلي ضيقها ضيقها ضيق ايدينك. اي بس افتحها شوي، بس افرد ايدك فوق افردها. يلا انزل انزل كامل. لا انت بتطيح طيح. اي انزل اي كذي كمل. بس خلاص بس خلاص اوكي. شفت شلون لازم ينزل شيء كامل؟ لا لا ترحم لا ترحم لا ترحم لا ترحم لا ترحم. كوعك ثابت حبيبي، كوعك ثابت، كوعك 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 ثابت، كوعك لا يطلع فوق، خله ثابت. اي خله ثابت لا يطلع فوق. اي كذي انزل. عليكم السلام. هذا شفت حبيبي، افرد تحت، افردها تحت. اي لا يتحرك كوعك، لا يتحرك، ركز بالتمرين عشان لا محطك محطه. هذا جدول جديد ها؟ يلا لا يدش بعد تحت شويه شويه جدول. الظهر شفت المشكله بالظهر. بس 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 حط له وزن. اول جوله هذا يلا انزل لا يطيح على وجهك. انزل المشكله في الظهر. ايه ارجع شوي ارجع شوي. بس ما عليه تونا مخلصين دفعة، شكلي متبهدل سامحوني أنا آسف. شوية شكلي متبهدل أرجو السماحة. إيه تدرون الجهد جايين يغيرون جسمهم كل واحد على حسب جسم التمرين. ما عليه شكلي متبهدل ما عليه يخالف. خلونا شيء ما عليه ما عليه. وانت انا متبهدل وانت بتطيح بعد ما يرحم. اي والله سوي كذي وخط نفسك بس كذي. اوكي اوكي ابو حميد ما في خير للاسف. موعدين اليوم بنخلص، طلع الولد ما في خير، راعي نوم راعي نوم، كسلان كسلان. هذا ابو احمد كسلان كسلان لدرجه قسما بالله يعني الواحد بدا يزهق من كسله. ابو حميد عند النوم شباب بعض الاحيان النوم يغلب عليكم، يعني ما تبون تعدلون نظامكم. غلط. هذا عندنا ابو احمد حياته كلها نوم، والله يموت على السهر. حاولنا كثر ما نقدر نغير نظامه ما قدرنا، لانه هو ما يبي، هو ما يبي. شو يسوي لك الا يسهر، ما عنده الا السهر، حياته ما يبي يغيرها للافضل. اوكي إيه. اوه الحمد لله شو اوكي اوكي نسعفه بذكي ابو احمد. لا نسكت بلوك. انت عيب عيب تقول على ابو احمد شيء قوي يعني. عيب عيب عيب. خلصنا مثل ما شايفين التمرين. نرد على اسئله الحين. حبيبي حياكم الله. حياك الله. بس ناخذ هنا بس نفس جي ناخذ إيه. نفس بس شوي. ما كان قصده. لا خذ غلط، خذ بلوك وراح. كابتن انت دكتور ما يخصك يا الغالي، لا تسالني اسئله خاصه. ممنوع الاسئله الخاصه.
يعني عفوا في مساله ودي ابينها نخال، يعني وايد بينت بس ابينها. يجيك واحد يسالك انت كابتن، انت بطل، انت دكتور، زين مو المفروض قبل لا يسال الشخص هذا اعرف انا اكلم منه؟ يمكن له كلمه جاهل، يمكن دو ذكي، يمكن ما في صوت، يمكن واحد فاشل، يمكن واحد حمار، يمكن وانا ما ادري اكلم واحد خنزرني مخنزر خنزير، يمكن اللي ماسك الفون كلب وانا ما ادري اجلكم الله، يمكن اللي ماسك التلفون خنزير، يمكن حشره اللي ماسك التلفون اللي شابك مثلا. فانا شلون يعني هل يرضيكم انتو بارك الله فيكم اني ارد على واحد انا اسف ممكن يكون من مافياكو؟ فالاسئله فاصل احد يسال عشان لا يجي له الكلام، عشان لا احد يجي له الكلام، يعني هذا الاختصار الحديث يعني. عرفتوا؟ مو اي كل واحد يجيك يسالك منو هذا اللي يسالك؟ اي والله يمكن يطلع خنزير، شكله خنزير، فجأة أنت تتكلم واحد على بالك بشر وتلاقي حيوان، أجلكم الله حيوان، كلب تلف وجهه إلا كلب قاعد يكلمك بالتلفون، كلب أو خنزير مخنزر أجلكم الله. فمو أي واحد تردون عليه، أنتم مشكلتكم إخواني، حتى إخواننا مشاهير السوشيال ميديا، أي واحد يتكلم تردون عليه، لا تردون عليه، في نحل، في جواتي، في حشرات، في قنادر، أيوة لا تردون على واحد، هذا اللي يسألك قول له أنت منو تسألني بشكل عام. مو لازم اعرفك انت تعرفني انا، اذا انت تعرفني انا ما اعرفك وما اعرف انت شنو هدفك من السؤال. فمو اي واحد يسال الا لما نعرف شنو ثقافته، شنو شهادته، شنو روايته، شنو خبرته، شنو جنسيته، شنو عمله، كم عمره. يمكن يسالك طفل والله العظيم يسالك سؤال تلاقي عمره 9 سنوات 10 سنوات. فاقصد يعني ها باختصار شديد اي واحد يسال اسئله خاصه بلوك، نفس الاخ حطته بلوك. بس مو اي واحد يسالك تجاوبونه، يعني انتم بالعكس انتم اخواننا اللي عندهم حسابات و خلكم كذي نفسي، اللي يسالك قول له منو انت؟ كابتن ايوه اي سؤال خاص بلوك، بلوك كابتن متزوج بلوك، اي سؤال خاص بلوك على طول، ما تعطون وي الحين اي سؤال خاص بلوك. هذا بلوك مبين عليه حمار عود، بلوك هذا، بلوك هذا، بلوك ما كنت طقيت واحد بالغلط اي والله طقيت واحد بالغلط، لا حول الله. كابتن ابي اشوفك ناظرك، شوف انا اسف ودي اقول لك ناظر كلمه يعني مو زينه، بس بيني وبينك اقول لك اياها، تبي تشوف انا اوريك اياه، اوريك اياه واخليه هو يناظرك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله من هو الدكتور؟ اقصد دكتور واحد من الربع، خلينا نعطيك بس دير بالك ترى هو اصلح الدكتور، يعني من كثر ما هو يدرس يعني وعلم صار اقرا اقرا وطويل، دكتور قوي والله، فما بيناظر. اي ان شاء الله اعطيك اسمه، بيني وبينك اعطيك اسم الدكتور. حاضر خلينا نشوف بس الوزن، خلينا نشوف كم نازل. 120.9 نازل 400 جرام، حلو حلو الحمد لله. يعني اعمل له انا اوكي ناصر بدي بس الكتله العضليه زادت شوي، صار في شيء لا جسم تغير من فوق، انت بس اللي تحت انسان راح يروح، اللي فوق قاعد تتعدل سوادك. وصار لك كم يوم انت الحين؟ اسبوعين. لانك قاعد تشتغل صح، بس مشكلتك انت بعض الاحيان، بعض الاحيان تلخبط. هذيك المره اللي قلت لك عنها وليه الحين شغاله هذا هذيك المره؟ لا هي ليه الحين، ليه الحين ما خلصنا منها؟ ان شاء الله بس متعب، يمكن ما اسوى. يعني انت كنت تنزل كيلو وما شاء الله كيلو. انا 5 كيلو هلا لليوم، انا دخلت 125.7 5 كيلو لهلا. انا ما بيك 5 كيلو، يعني 7 كيلو لك على ارادتك حلوه، يعني نبي كيلو وين؟ تماما. بس انت صار لك كم يوم؟ 10 ايام صح؟ ايوه ايام فعليه 10 ايام. انا بال10 ايام اطيحك انت على ارادتك على الكتل الزايده باليوم كيلو، والله العظيم قسما بالله اطيحك باليوم كيلو. والله بس الحمد لله، يعني انا عم بنقص وزن ثيابي، فار علي كثير، الناس فار علي شوي، في عضله حشين نفسه يعني.
بس صحتك تغيرت الحين اكل كل يوم قاعد تتغير احسن نشاطك النشاط النوم النفس كل يوم الظهر يعني بهالوقت بلش خلص يعني ارجع على البيت مو مصدق انا هلا بطي نهار كامل بتنشط وبنام طبيعي برتاح وفي صحصح وفي وبعدين وبعدين نظامي انا ما يسوي اعصاب قبل يمكن لو في اعصاب الحين تلاقي نفسك عادي لا الحمد لله يعني حتى النظام صح صحيح معاني شوي لانه بنقص البروتين بس تحس دائما الجسم تشيل ما في صح الواحد بيتغدى وبيقوم بكمل نهار طبيعي ما بحس بخمول وكسل الحمد لله الحمد لله يعني ما شاء الله وتبارك الرحمن صار له تقريبا 10 ايام طايح 5 كيلو وشوي احنا نبي نطيحه كنا 10 كيلو افضل واحسن هنا نرجع معكم سامحوني معكم ان شاء الله طبعا الدهون تطيح يعني في فرق بينك تطيح ترهلات وتطيح ما عندك قوة ولا عندك عافية وفي فرق بينك تطيح وقوتك تزيد اخواني ترى الفرق واضح يعني يعني انا اطيحك وزن زائد جسمك مشدود عندك قوة عندك صحة عندك عافية ما يصير عندك اعصاب يعني مو نفس التكميم او نفس الدودكية او نفس الخنزيني مخنزو ما نرد على الدودكية يلا يلا يلا, يلا. يلا من انت اللي بتناظرني تفضل من انت شنو شعارتك شنو ما اقول وايد يهال يقولون كذي والله وايد مو المفروض تدز لي في الواتساب انت منو مو المفروض يا الغالي هذا اذا كنت غالي صدق ما كنت دودكي او ما في هذا مو المفروض وين رحت كم عمرك عمرك كم؟ أنا لا كمان سام. عمرك كم؟ تفضل. عمرك كم؟ يلا رد عليه خلينا بس نعرف نكلم منه. عمرك كم؟ أوكي فتنس. كم عمرك؟ كم؟ عمرك 20. شنو شهادتك؟ شنو شهادتك؟ الله يرحمه. يعني. الناس تبي تتلزق شنو شهادتك؟ شاتك شنو؟ شاتك شنو؟ عمرك انت متى دخلت بطولات وانت ببطن امك؟ ايه نقول الف مرة المناظرة لها الشروط ان الواحد يكون بطل ومعروف ولا قاعدة جماهيرية او دكتور لا حول ولا قوة الا بالله عشان لما نضربه ونفضحه نفضحه قدام عزوته اما الحين لما اناظر واحد عمره 20 ويقول لك انا بطل بعد احترام لك يعني الناس بتضحك علي انا بيقول لي هديت الكل ويت انت ما انت ونعم فيك 20 رجل ونعم بس شنو خبرتك؟ يعني انت شنو خبرتك؟ خبرتك ببطن امك؟ عشان هناك خبرتك حليب نيدو على الاقل يجيني واحد عمره 35 37 بطل قديم عنده شركه مشهوره خلنا نسكك بلوك يلا 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 عرفنا سالفتك يلا مع السلامه يلا باي 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 والله يا جماعة يضحكوني والله قسما بالله يضحكوني يقول لي أنا والله يضحكوني والله الحين كل واحد يبي يشرب بأي طريقة فياي حضرته يفسخ صلوالة عندنا ما يدري إن إحنا هني ممنوع عندنا قص صلاوين خلوه بس روح الله يعافيك ويبارك فيك شو تسامحونا يا شباب انتوا عارفين مصيبة الدودكية هل جميع المكان فيها مشتقات الخنزير؟ لا مو كلها لكن كلها مضرة مو كلها مشتقات الخنازير الأكثر فيها مشتقات الخنازير الأكثر فيها مواد حافظة ونتنة وعفنة الأكثر لا تصلح لاستخدام آدمي ولا الحيواني أي والله كابتن ما يصير كله بلوك بلوك أنا آسف بلوك أنت يلا مع السلامة يلا يا هلا يا هلا 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 جاس هلا تعال سو بوسه حبيبي حبيبي الله يعافيك
ها جاسم باسم قاسم ها قاسم شلونك شخبارك بطل شكلك انت ها حبيب حبيب يلا هذا داق علينا ابو حميد مأذينا هلا 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 هذا شدي شغلك مضبوط شدي شغلك مضبوط ونعم ونعم والله ونعم ونعم قول فعل هذه القهوة العربية وصلت يا الربع ونعم ونعم والله ايه اهم شيء نازل ان شاء الله ما بنعرف كم نازل بس عشان نرتاح لا بنعرف كم نازل يا الربع حلو ممتاز انت من امس ليوم نازل يعني كيلو الا 200 الحين نبيك تنزل 450 يصير بال 24 ساعه كيلو ونص هلا هلا عليكم السلام نازل ولا يلا يلا ما اسمع اي اوكي اوكي تعال هني تب تلعب هني ممنوع المشي المشي ممنوع ممنوع المشي نشوف وزن الثاني بس ما يخالف سامحونا كل شوي قاعد نقلب وني انت لاحظت امس لما وزنك طاح ما صار فيك عروده ولا صار فيك قوه لو وزنك زايد كنت بعافيتك نازل صاد يا ويلك لو نازل يا ويلك ويلا يلا يا رب ممتاز ممتاز نقدر الحين ندق دق واحنا مرتاحين زايد كيلو 900 ممتاز يا بطل اوكي يو تم وزنك يساعد ما دام زايد كيلو 900 يعني انت جاي زاهر كأنك قاعد تقول اعطوني اي شيء اعطوني كل الحديد اعطيتك نظامك انت صح؟ حلو. زايد ولا ان شاء الله وزن؟ خلص كل شيء؟ يلا. كم جاز باقي لك؟ يلا. انزل وصل. واثق فوق. سبعمية وحش ايه بطل حسافة فلت من ايدي كنت بعطيك النار بس ما شاء الله عليك مدام قاعد تنزل اوكي نازل كيلو الا 300 جرام يلا تمرين طبعا انتو شفتوا بعينكم ما شاء الله تبارك الرحمن اللي بال 24 ساعة زاد كيلو 900 يبي يمتن قاعد يمتن عضل وصحة وعافية ويقول بدقة وزاد كيلو 900 بال 24 ساعة وشفتوا عينكم عينكم بال 24 ساعة اللي نزل 2 كيلو ونص كيلوين وكيلو ونص بال 24 ساعة الحمد لله والشكر لله بدون هرمونات ومكملات غذائية وقاذورات نجاسات ومشتقات الخنازير بدون هالكلام الفاضي لا شغلات تمتن ولا تضعف والله العظيم هذه لعبة لعبة عليكم يا اخوان اقسم بالله لعبة والله
عشان بس يدموكم. خلونا نسوي شيء. مجرد ما يعطونكم يا إخوان بارك الله فيكم هذه المكملات عشان تموتون، والله العظيم عشان تموتون، كلها مواد حافظة، كلها خطرة على الجسم، كلها تدمر الجسم. كل الشغلات في الصيدليات لا تأخذها إلا للضرورة، للضرورة القصوى فقط، غير الضرورة لا تأخذ. إذا أنت مريض وتعبان وفيك بلاء أقول لك مو مشكلة، للضرورة أحكام. مع كابتن سلطان؟ وين كابتن سلطان؟ موجود. للضرورة، أما ما أنت محتاج لا تأخذ، لا حد يقص عليه. يبون يذبحونكم، لهم حسبة، يقولك نعطيه نعطيه نخليه يستانس بجسمه سنة سنتين ثلاث عشر سنين، بعدين تشوف العلاج بالخارج والأمراض والدنيا. أي شيء فيه مواد حافظة وعفنة لا تأخذونه. تبي عمرك يصير طويل بإذن الله إن شاء الله، وما تبي تمرض وما تبي يصير فيك بلاوي ولا أمراض، ابتعد عن المواد الحافظة والنتنة والعفنة والمكملات والقاذورات والنجاسات. تعال 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 اقعد 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 يا ولد قاسم، تعال مو انت متوه، اقعد مو زين بعدين يطيح عليك حديد ولا شيء. عافية الشاطر حبيبي، اقعد لما ابوك يخلص. وين وصلنا؟ والله نسيت انا، قلت انسى لها بالي مشتت. فهي لعبه، يبونكم ما تعمرون، يبونكم تموتون. كابتن انا ما اكل الاكل الا هني، ليش التعليقات تختفي كل شوي؟ عرض التعليقات طاق كله، خليها شيء. كابتن انا شغال باحد الوزارات، شوف اخوي انا ماني مفتي، لكن طول ما انت شغال في اي وزاره ومدير او رئيس القسم سامح لك حلال، اما اذا مو سامح لك حرام. باختصار يعني عيبك الزبده. اذا بتسال انا مسؤولك مثلا وقلت لك اطلع او روح، خلاص انا اتحمل مسؤوليه، انت ما عليك مسؤوليه، هذا ما يبي لها فتوى يعني. انا قلت لك اطلع، نفس موضوع بالضبط دعم عماله بالضبط. اذا صاحب الشركه قال لك اقعد حلال بلال، ما لا ترد على حد. ليش صاحب الشركه قال لك اقعد؟ انا مو محتاجك يعني، مو لاقي لك شغل. انزين ليش يقول لك انا بس باخذها عشان بجيب زيادات وما زيادات؟ لكن انا ماني محتاجك، ماني محتاجك. زين وين الحرام؟ على كيفكم حرام؟ وين حرام؟ الحين انا بشتغل وهو ما يبيني اشتغل، يقول لي اقعد اقعد. خلاص كأنك انت يا كثر اللي بالوزارات، يا كثر اللي قاعدين في البيوت ومسافرين ومحولين معاشاتهم، هذول شي ينقال عنهم؟ شي ينقال؟ شي ينقال؟ شي يلمهن؟ شي يلمهن؟ خلونا من المواضيع اللي فيها سياسيه، خلونا في الرياضه اول. نعم لها اضرار اوميجا 3، نعم اخذها طبيعي، اخذها طبيعي. لا 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 اخذها طبيعي. وزن؟ لحظة لحظة لحظة، تعال بس عشان عشان صبري عليك طال. كم نازل انت؟ 100 شنو؟ لو ذبحتك دك لا تفتح حلجك. شو مسوي؟ لا تقول لي ما سويت شيء، والله لا كذاب كذاب ورب الكعبة كذاب. بس اه اي طبيعي؟ اي شنو سويته غلط؟ من الاخير من امس لليوم من الاخير الغلط سويته شنو؟ صايدك والله، قاعد اقول لك والله صايدك. شو اللي سويته غلط؟ شو اللي سويته غلط؟ لازم الحين اخليه يعترف، خليه يخلص وعطني اياه بالزاويه. اليوم واحد اغمى عليه لما قال الصج، والله خلص تعالي. قلت لك قول الصج، ما تبي تقول الصج. والله اللي بلعته غلط انت تدري شنو؟ انت تدري وانا ادري. ايه ايه تكه شنو؟ ايه مشكل. ايه بعد بدون خلاص. ايه بعدين كلت مع سلطه يعني. ايه بعدين اليوم كلت فواكه وكلت سلطه بدل بس. اذا خلص تعال انا راح اقول لك الغلط شنو. هذا خلص هذا حسين محمد. من حسين محمد؟ من زمان مشى ما وصل. ليش ما وصل؟
وزنا شن ستار مستحيل مشى شو ما وزن ما وزن من سعير هو مشى مشى ايه هو مسكين من التعب والدك ينحاش ما يبينا ذبحت انا الله يهديه ليش اللي يسبونه؟ لا خطك هذا بلوك انت داش علينا وين حبيبي؟ داش مسير؟ ابن فلان هذا بشكل يسبونه هو تلاقي سباب هو لحظ يا كثر اللي يجون هني ويتفلسفون عندهم انفصام انفصام في بيته مسخرة في الديوانية سبوا لعن في الدوام سبوا لعن في ماضي زي ولما يجي هني يعني مؤمن آه قال الله وقال الرسول يا ابن الحلال انت مينون مريض مريض انت مريض من اللي سنك ولا من اللي تكلم مريض انت شباب في رقام تحت موجودة عندكم اللي حاب يشترك معانا رقام تحت 9699544 او 9699633 او 660057 تبي تمارين تفيد حق الامام اي ما عندنا مشاكل على الرقام الموجودة دق على كابتن عبد الله او دق على زهير يعطيك الصافي على 9699654 9699633 او 660057 اعتبار كابتن اليوم مشغول كابتن في هذه حلو حلو كابتن شنو اللي يضمن ان اسال جايين على الهواء شنو اللي ضمني مال شنو اللي ضمني روح اسال اسال روح شقل راسك شقل مخك اسال ابحث تبين والله كني طقيت واحد بالغلط بلوك قسما بالله إذا تطقوا على البلوك طيب تطق بلوكات بالغلط سمعوا هذا هذا واحد شكله شاب لحظة بقول ما أخذ مكملات زين السلام عليكم كابتن شلون جسمك الحين مثل الصورة اللي رايت أنا ما أخذ مكملات بس وايد صعب أخلي جسمي فترة شنو إذا جسم أبوك ثابت أنا جسمي ثابت إذا جسم أبوك نفس ما عمره 18 و20 و25 ثابت نفس الشيء إذا جسم أمك ثابت من عمرها 20 و25 للحين انا نفس الشيء عرفت شخصي أيه. انت ان شاء الله باذن الله راح تجيك الانتكاسه لا لا تسايل انت بشر ها بشر انت بني ادم انت ترابي قصب على شارب ام اللي جابه ابو قلب يجيك انتكاسه طبعا مو سبب يعني انا حتى قصب على شارب اهلي كلهم يجيني انتكاسه قصبا على شوارب اهلي كلهم تجيني انتكاسه يعني هذه مو غلطه يعني انا اقصد لازم تحوشك الانتكاسه وتكبر قصبا عليك فهمت هتشوف بس نشوف نازل ولا ها آه. سلام جاهز ها آه. وعليكم السلام كم نص كيلو زين 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 ما شاء الله عليك زين نص كيلو زين اول يوم نص كيلو زين وزن كابتن احس زايد عادي وزن خلنا نصيدك انت امس ما اكل كارب انا قايل لك لا تاكل كارب عادي الا بالنادي اسمع بروتين شنو هو بروتينك؟ جاي سويد طبيعية ولا مثلجة؟ المطعم يلا من المطعم آه زهير هذا زهير كاهو هذا زهير حبيبي حبيبي شلونك شخص حبيبي عقبتين
هذا هذا حبيبي عاد شفت حبيبي الله يحفظك. هذا صاحبي موجود هذا زهير اللي بيشوف زهير هذا زهير كاو قايسر. يلا وزن وزن سجلت وزنه وزن مرة ثانية من حاش من الوزن ترى من حاش من الوزن يلا لا 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 بالضبط عشان لا تظلم شم زايد كم؟ زايد كيلو زايد 24 ساعة كيلو عضل؟ ليش انت جونجر؟ الكيلو هذا تطلع لي اياه الحين تحرقه، هذا شرطي، ما راح اختلف معك، بس لازم تنزل كيلو، انت كذي صح؟ جبت اكلك؟ حلو، الحين لازم تحرق الكيلو حرق، هذا شرطي عليك. اما اذا ما حرقت الكيلو معناته انك انت زايد كرش طال عمرك. خلوني الحين لنا زهيريه فاصل نعاود ان شاء الله فاصل بس يخلص من الشباب وباذن الله راح ارجع معكم ان شاء الله باذن الله. بس لنا زهير عندي اعطوني شوي بس ايه اريح لك كذي ايه لا تخاف مريحك هنا تشيلها. انزل شوي بعد انزل. ايه. زين زين. هذا بطل بطل هذا بطل. ايه شكلك مو تعبان. ما ادري ليش شكلك كأنك جاي يعني من حفله مو مرتاح. انا نفسيا تعبان انا. شكلك مو تعبان. ان شاء الله ان شاء الله على طول بلوك حق الحمير اي واحد يغلط بلوك ابي يموت ليش ليش كمل 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 ابي يموت زايد اليوم ناقص 100 اه من هاي اللي اسرع 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 بسرعه اسرع اسرع ليش واحدة واحدة؟ جايك يا حسين افتح ريلك وانزل بعد افتح ريلك وانزل بعد ايه شو الوزن حاطه هذا؟ سكر 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 شو الوزن هذا؟ يلا يلا حط عشرات عشرات يلا يلا عشرات عشرات يلا يلا بسرعة ها جماعي يلا
ممنوع المشي هرولة، ممنوع المشي هرولة. قدمت تبارك الرحمن. يلا يا بع هد تلفونك. لا الحين اخليك هد تلفونك. يلا اي قاعد تشغل، قاعد تشغل. اي اوكي ماله ماله. لاعب لي فاضي، انزل افتح ريلك. ليش حاط لي فاضي بساعة؟ انزل يلا زيد لي خمسات، زيد لي خمسات فوقك. ذاهب ذاهب يلا واحدة ونخلص. ما سويت الرد على البار فاضي. سريعة لا تعور نفسك. هذه 40 كيلو ما شاء الله. يلا جو. قوة قوة نفس ما قلت قوة. الله عليك حسين. بس صحيحة. توكل على الله، توكل على الله. زلم زلم امساء على تعب صح. 40 كيلو خشة عيش. بداية حلوة. توكل على الله. تمرينك خالص. ظهرك لا 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 ايه نفس المساء. ايه انزل بسرعة. امين انزل كامل. ايه ايه كذي انزل يا بطل. انزل شوي مو يطيح عليك. بس اطلع اطلع. ايه دير باك يطيح عليك. انزل خلصت. يلا ارفع ريلك فوق 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 فوق. ريلك 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 ريلك. حركها فوق. حرك ريك فوق حبيبي. وضعية ايه كذي. يلا انزل كاملة كاملة مو يطيح عليك. اوكي خفيف كاملة. يلا سكر. هذا التمرين الجديد، الجدول الجديد من باكر. سوبر قاعد يدش ريولي. قاعد يدش سوبر. اي قاعد يدش سوبر. اي كل واحد بروحه. سوبر قاعد يدش. اي سوبر قاعد يدش. لا كل واحد بروحه. هو مو سوبر. انسى الاسبوعين اللي طاف سوبر. الحين كل جهاز تلعب اربع جولات وتروح على الثاني. خلاص؟ كم جولة باقي لك؟ خلاص خلصهم كذي بعدين باش نفهمك. اي لا الحين خلاص خلصهم كذي بعدين. اوكي يلا. اي عادي خلصهم. دش دش ابرتاح في البيت الراحة. في البيت هناك ابرتاح. زيد 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 زيد. حبيبي يا حسين حبيبي. وين عندك؟ لا لا انزل انزل انزل. لازم ينزل لازم ينزل مو بكيفه. ايدينك قصر ايدينك ايدينك خلي ضيقها يضيقها يضيق ايدينك. اي بس افتح شوي.
بس افرد ايدك فوق افردها يلا انزل انزل كامل لا انت بتطيح طيح ايه انزل ايه كذي كمل بس خلاص بس خلاص اوكي شفت شلون لازم ينزل شيء كامل لا لا ترحم لا ترحم لا ترحم لا ترحم لا ترحم كوعك ثابت حبيبي كوعك ثابت كوعك 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 ثابت كوعك لا يطلع فوق خله ثابت اي خله ثابت لا يطلع فوق اي كذي انزل عليكم السلام هذا شفت حبيبي افرد تحت افردها تحت اي لا يتحرك كوعك لا يتحرك ركز بالتمرين عشان لا عم حطك محطك هذا جدول جديد ها يلا لا يدش بعد تحت شويه شويه جدول الظهر شفت المشكله بالظهر بس 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 حط له وزن اول جوله هذا يلا انزل لا يطيح على وجهك انزل المشكله في الظهر ايه ارجع شوي ارجع شوي بس ما عليه تونا مخلصين دفعه شكلي متبهدل سامحوني انا اسف شويه شكلي متبهدل ارجو السماحه ايه تدرون الجهد جايين يغيرون جسمهم كل واحد على حسب جسم التمرين ما على شكل متبهدل ما عليه يخاف خلونا شيء ما عليه ما عليه وانت انا متبهدل وانت بتطيح بعد ما يرحم اي والله سوي كذي وفك نفسك بس كذي اوكي اوكي ابو حميد ما في خير للاسف موعدين اليوم بنخلص طلع الولد ما في خير راعي نوم راعي نوم كسلان كسلان هذا ابو احمد كسلان كسلان لدرجه قسما بالله يعني الواحد بدا يزهق من كسله ابو حميد عند النوم شباب بعض الاحيان النوم يغلب عليكم يعني ما تبون تعدلون نظامكم غلط هذا عندنا ابو احمد حياته كلها نوم والله يموت على السهر دش ريح دش ريح دش ريح دش دش على طول بس زيد خمسة زيد خمسة كيلو ايه من التعب قط البار هاي الكلام
دش دش شد حيلك لا تقول الصعب. الله عليك. واحد بعد ثنتين وخلاص، بعد ثنتين وخلاص، تحمل. الله عليك بعد، الله عليك، استحمل استحمل. واحدة بيخاف، ردها 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 تعور. يلا دش واحدة، دش واحدة حلوة بسرعة، واحدة سريعة. اوبا ايه عين عليك، ردها ردها تحت تحت. يلا اوكي جو 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 جو. واحدة سريعة ردة. ما بسمع صوت. جو جو. يلا يلا. فضل بار 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 فضل بسرعة ودش، فضل بسرعة ودش، فضل بسرعة ودش. ممنوع المشي هرولة، خلصت روح لهرولة، ممنوع. دش دش دش، لحط لك 10 كيلو قسما بالله. دش بسرعة. بعد واحدة ريح. اليب الدح. احسنت. دش. 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 الشكوى غير لله شنو؟ بس. بعد واحدة. سوي مثلثات مثلثات في مثلثات. لما اقولك بس لما اقولك بس لما اقولك بس. واحدة فوق، واحدة فوق الحين، واحدة فوق سريعة. بس ردة. الله بدنا نشتغل. لما تتعب تشتغل صح، لما تتعب تشتغل صح. اوكي دش. اللي يقول الحم البطل الحمار، اللي في اليوتيوب الحمار، خلي ياكل خرا امه لا اسوق اطلاق الحين لو يمي. واحد حمار. حمار واحد. دش صكيته بلوك. بعد واحده رده رده. صكيته بلوك على خشمه. هذا يقول لك من ورا البث ورا الحساب تلاقي جوتي لابتشيني. الله. دش. واحد في اليوتيوب، واحد يا جماعه هني 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 في اليوتيوب، شوفوه في اليوتيوب شايفينه. صكيته بلوك كاب. ما عليه. دش. بس رده. الحين راح ترتاح وتدش اروح واجيك. دقيقة بس تطلع 10 كيلو بس، واحدة كاملة بس واحدة خلاص. صعبة اللي باكر. دش دش. قلت لك 10 رايح دقيقة دقيقتين اروح واجي، ترتاح طقة طقة بس بس وخلصنا. اذا جبتها واحدة صحيحة، لانك انت على تعب تقول صعبة. اتفقنا ولا ما نجرب تسويها؟ او تسوي لي 5-4 طقات. اختار. اروح ويا اعطيك دقيقتين راحة. تم تم. ريال افتح لك شوي، افتح لك شوي.
ارفع راسك فوق، شد ظهرك، انزل كامله، الله عليك كامله، افتح ريلك، حط تحت ريله شيء خشب 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 خشب، انزل كامله، انزل بعد، اي الله عليك. ها شوف لحظه، يقول لك ربع تعاونه وشنو، ربع تعاونه شنو، ما دلو، يلا عدل ريلك، حطها على مشتك على مشتك على مشتك على مشتك على مشتك، افتح ريلك افتح ريلك، يلا انزل، قول اريح ولا لا،